قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن كأخرس تبوي النبي عليه الصلاة والسلام فضل قبل كنش أن قرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أخرس تبوي الله جل وعلا قرآن ما أنت قيامة استغوا الصعود وكو شفاعة قاضية وواتي أنه حلقة ظهر صمر ني وشفاعة قاضية صون كله وشفاعة قاضية وحلي إلهي وقاتشو يشهد ودي سيبان وديلي وقاتش عن عندك أبوري قرآن كله حورنا إلهي وهمين كله نقول يسوك يذوي أخر سريه لبعض بقاس الشفاعة وقاش وقاضية قفك بلانك إلى سبحانه وتعالى الشفاعة لا سوك أقبل إياه قفك السياس وإلهي سبحانه وتعالى كما كان قلنا إياه نبي عليه الصلاة والسلام حديث كي معروف كهاي إنه هذه شركة شكينا إنه كتر في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحي النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت في من بيوت الله كما يكون من بيوري ذي قري قري إلهي سبحانه وتعالى كم ذا يتلون كتاب الله كتاب إلهي وآخر سنة ويتدارسونه بينهم لحد إذا نايكو برنيان يسكب إسبريان إلا إن كلمة هي نزلت عليهم السكينة نبت قليا كسو الدقيسة وغشيتهم الرحمة رحمة بوصو نانيسة وهرينيسة وحفتهم الملائكة ملائكة بالشرو ذا كسو الدجينيسة إلى هرينيسة وذكرهم الله في من عنده بل وحفظ لي هلانيك تقودا بيسان وحويان إلهي سبحانه وتعالى حصية ألكو في تشوي إلهي سبحانه وتعالى بكو حصية وعدوا حصية وشيغين وملائكة إلهي سبحانه وتعالى الملائكة المقربون معك وناكسا إن رحمة كوسو الدكتو إن حريص إلهي كل كيسك عقدت معه إن ملائكتك إلى علصه إن الله سبحانه وتعالى وكو أمانه وقوم كونا دل في الرذيك كوك خير بضان وإله سبحانه وتعالى أكتو ذا أماني وناك وكاش هيكو وحنا بقى القصة ودي عليه الصلاة والسلام حديث ابن مسعود في الترمذي: من قرأ حرفا من كتاب الله كتابك إلهي سبحانه وتعالى حرف كم إذا قفك آخرية حسنت بولي يبوي النبي عليه الصلاة والسلام والحسنة بعشر أمثالها حسنتنا تب الله بها إلهي والله تب الله بها لا أقول بوهري إلى أن بقو ألف لام ميم حرف يعني مثلا سورة البقرة كانت خليصة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم مرقات لها هاي ألف لام ميم حرف معها وتضوب من نقول سوء عشرة أمثالها تب الله ألف بحرفة وتب الله غرفانية لام بحرفة وتب الله غرفانية ميم بحرفة وتب الله غرفانية ألف لام ميم صد حسن ذوت أيد الله سبحانه وتعالى في سكه ليس الله أكبر يا آخر السنة يا آخر سكيب اللوب هي حسناتك وديار أكاونت يدي الله سبحانه وتعالى ويبوحان إنه بس صوق أظنين عن تورين وقرنه ينبال إن أيام بالين وقبها هي وأنا إيزي وأنا بسيط ولا ريا قد جاوا إنه قصو بيعكرنا وأنا قبل كرنا ما أنت تصدق في البيت آخر صدق قرانك أما ما أنت تشوس لما يصو نورش كلام وين وقت جاوا كله منا تيفيقة إنترنت كتب طب تمص على الكشرة تيفيقة وقت بضمن كله منا ما هو حد كرنا وإذا نص ساعة إلهي سبحانه وتعالى ترتي قران خلصه هذه كانت نقطة هاي إلهي سبحانه وتعالى حكم إليه عز وجل ويوحى من دوت مالين قيامة وحى من دوت مالين الحسنات كلها يبهم دوتو ودورو دوت دوي ذي يقول عليها الدوي اللي قلنا قيامة شرتو حسنات لكن إمي كانت قيمة ذي قرنين لكن شقي صوت شقي سنكر طاي ساعة العمل وقت جات شقي سنكر يسد حوق هيد بتشوكتها لكن هاد دوت ولا حسنات ذو قاندو طاو حين تقيم الله لا يضعي طبعا كان حسنات ذي اللي قاعد يجي ألف تي ألف ألف لام ميم صدق كان حسنات ذي ألف لام ميم تاعت كل شيء ما أنت سد قاند سقيمة إلى سبحانه وتعالى كتير سواه كطاي لكن ما أنت حسنات ذو ما ضار كيسة مركا ما انت ديو حسن دون واركيا شقيصو وحسن ذا هبت صبت صبت صو هلو مركا لغو صرفو كل ما صرفك إلهي سبحانه وتعالى صرفك ونك سلم جرو دولار كان كله كعية كله صو دعية يباوت كان كله سمد يسكو شرالي كله صو دعية اي تدك دبيين مكا العقدة دريانا اي دهبشي ليه دهقي هيني السوقي ذاك لا يمسوي الحوالدي يمسا لغو صرفي ما غوص بو دعي مكر بو دعي وحكا لغو كمه الله يدنك سوقة تكتو وحكا لغو مه الله حوالي ياسو مسل لغو ريقيا يو كي نصباون كلا كسر رأي كواصية أي العرية على قدر رأي مركا وحى لكن إله سبحانه وتعالى أكتيسة إن الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأ إله سبحانه وتعالى خزائن تيسو وخزائن بوحده وخزائن سبحانه ما شاء الله تبارك الله بوحده وفر بضن وإله سبحانه وتعالى أكتيسة وحوين وإله سبحانه وتعالى أديه بني آذك وكقرت كقرت كقرت إله سبحانه وتعالى أنه حسنات كيسي خير كيسي ونمر بالناقصين عز وعز جاءه وتجلى ثناءه سبحانه وبحمده وحبي النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إن هذا القرآن مأدبة الله قرآن كاني وعسمد الله سبحانه وتعالى في ديهي فأقبلوا مأدبته إن استطعتم هذا كاري كاريسان مأدبة كسر دوادا مأدبة سمحيطها وقرأ كتابك إلهي سبحانه وتعالى وقرآنك إلهي سبحانه وتعالى أبو هريرة صباح يوم وعاكي صحابة يوم لا يسكتك تاكن وروحوا لحكام حقا ذي الفريسيه سو كان نبيك دحكي سلو قيبين مساجدك ولدي بايقور دي عربي يالنين قايرة قايرة بلان دحالك وحكا
inuu ka qayb gala bay yidhahdeen dhaxalka masaajidkii bay yimaadeen waxay arkeen xalqada wax la dhiganayo qur-aan la isbarayo wax la dhiganayo way ku soo noqdeen yaa abu hureyra waadna dhibtay in abu hureyra baa jeclahay haddaan khaldanahayna adu waa saxaabada mid ka mid a wuxuu yidhahda yaa abu hureyra yani wax la xaliya wax la qaybinaya wax xoolo la qaybinaya ma jiro wuxuu yihi miyaa waalantihiin waa dhaxalkii nabigu calayhi salaatu wasalam waa kitaabka ilaahiyo diinta la baranayo ee ka qayb galoo barta magac xikmad buu wax ugu sheegay